اليوم أيها الأحبة، أحببت أن أحدثكم عن اكتشاف كبير لجامعة هارفارد. استغرق دراسات بحدود 50 عاما، فمنذ 50 عاما الماضية حاول العلماء معرفة أسرار ظهور شيب الرأس. ما الذي يجعل هذه الشعرة تفقد لونها؟ وقاموا حقيقة بمئات الدراسات العلمية، ولكن لم تكن الأجهزة متطورة بما فيه الكفاية ليكشفوا السر الذي كشف. الحقيقة أيها الأحبة، جامعة هارفارد قامت بدراسة جديدة من نوعها، واستخدمت أسلوب متطور جدا لكشف سر شيب الرأس. هذه الدراسة المهمة نشرت في مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة بتاريخ 22/1/2020. هذه الدراسة أيها الأحبة وجدت أن السبب الرئيسي لظهور شيب الرأس هو الإجهاد العصبي الذي يعاني منه الإنسان أحيانا، التوتر النفسي، الضغوط والإجهادات التي يعاني منها هي التي تؤدي لظهور شيب الرأس. وكلما كان الضغط النفسي أكبر كلما ظهر الشيب بسرعة أكبر. ولكن الحقيقة، ما هي الآلية الدقيقة لحدوث هذا الشيب؟ الحقيقة أيها الأحبة، هذه الجامعة قامت بدراسة غريبة من نوعها، وجدت أن التعرض للضغوط النفسية الهائلة يؤدي إلى إفراز هرمون يسمى هرمون الإجهاد أو الكورتيزول. هذا الهرمون يتم إفرازه بكميات كبيرة. طبعا هذا الهرمون يفرز أساسا يعني لمساعدة الجسم على تحمل عوامل الخوف والضغط النفسي لكي لا ينهار الإنسان. هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان عندما ينضغط نفسيا ويعاني من هذه الآثار المدمرة للإجهاد النفسي، فإن الجسم يفرز هذا الهرمون للحفاظ أو لوقاية الجسم من الانهيار. والآن سوف نتعرف على السبب الحقيقي لذلك. الحقيقة أيها الأحبة، وجدت الدراسة أن هرمون الكورتيزول يؤثر على آلية تشكل الأصباغ في الشعر. هناك خلايا مسؤولة عن إعطاء اللون أو إنتاج المادة الصابغة التي تعطي الشعر لونه. هذه الخلايا إذا فقدت تنمو الشعرة من دون أن يظهر لها أي لون، بلون رمادي أو ما نسميه شيب الرأس. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا لدي هنا حسب مختبر HSU التابع لجامعة هارفارد، وجدوا أن السر يكمن في الخلايا الجنينية أو الخلايا الجذعية stem cells. هذه الخلايا مسؤولة عن تجديد أصبغة الشعر. الإجهاد الحاد ماذا يعمل؟ يدفع الجهاز العصبي الودي إلى إطلاق كمية كبيرة من الناقلات العصبية، أو ما يسمى بهرمون نوري بينيفيرين. طبعا أسماء علمية. هذا الهرمون يفرزه الجسم أيها الأحبة لمقاومة الإجهاد، ولكنه بنفس الوقت ماذا يفعل هذا الهرمون؟ انظروا الآلية دقيقة جدا أيها الأحبة، وسوف نكتشف معجزة قرآنية في نهاية هذا اللقاء، قرآنية ونبوية نفس الوقت. هذا الهرمون يستنفذ ويستثير وينشط الخلايا الجذعية أو الجنينية المسؤولة عن تلوين الشعر، وبالتالي هذه الخلايا تثار وتهرب خارج بصيلات الشعر. إذن أيها الأحبة، هذا الإجهاد يؤدي لظهور الشيب. طبعا جامعة هارفارد تذكر أمثلة من التاريخ. يقولون إن ماري أنطوانيت عندما تم القبض عليها أثناء الثورة الفرنسية تحول شعرها إلى اللون الأبيض خلال ليلة واحدة فقط بسبب الضغط النفسي الهائل. كذلك جون ماكين تعرض لإصابات خطيرة خلال حرب فيتنام، وأدت إلى ظهور الشيب في رأسه خلال فترة قصيرة. طبعا هذا الكلام حسب موقع جامعة هارفارد.
الآن أيها الأحبة، الجامعة شرحت الآلية الهندسية الدقيقة لظهور الشيب. يقولون أيها الأحبة إن الإجهاد الذي يتعرض له الإنسان، الأهوال، الضغوط النفسية، المشاكل التي يعاني منها، تؤثر على الأعصاب الودية فتفرز هرمون محدد ذكرناه قبل قليل يثير الخلايا الجنينية بشدة ويؤدي إلى هروبها من بصيلات الشعر. هذه الخلايا الجنينية هي التي تنتج الخلايا المسؤولة عن تلوين الشعر. يعني هناك خلايا تنتج الأصبغة، تنتجها الخلايا الجنينية. فإذا هربت الخلايا الجنينية أصبحت بصيلة الشعر فارغة، وهذه الخلايا إذا هربت وهاجرت واستثيرت بشدة كأنك تشعل شيء فيهرب، هذه الخلايا لا يتم تجديدها، لا تجدد، وبالتالي عندما يفقد الإنسان هذه الخلايا فإن الشعر تنمو بيضاء تماما أو رمادية، وبالتالي فإن آلية ظهور الشيب ترتبط مباشرة بالتوتر والضغوط النفسية الشديدة. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا أود أن أتذكر معكم حبيبنا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي أنزل عليه القرآن، والله تبارك وتعالى يقول له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن كلام ثقيل لأنه يصور لك أحداث الموت، أحداث ما بعد الموت، أحداث يوم القيامة، أهوال العذاب يوم القيامة. لذلك كان معظم دعاء حبيبكم عليه الصلاة والسلام اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا النبي الكريم قال له سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شبت، يعني ظهر بعض الشيب في رأسك. فقال عليه الصلاة والسلام، تأملوا أيها الأحبة كيف ربط بين الأهوال والضغوط النفسية وبين الشيب، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث رواه الترمذي. طبعا أيها الأحبة، هذه السور ذكرت أهوال يوم القيامة، وبالتالي فهمها النبي وتأثر بها، كيف لا وهو الذي أنزل عليه القرآن. طبعا هذا النبي الكريم أيها الأحبة ربط بين تذكرك لأهوال القيامة والعذاب وبين ظهور الشيب. إذن هذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن لم يكن أحد يتوقع علاقة الضغوط النفسية بماذا؟ بالشيب. المعجزة القرآنية العجيبة أيها الأحبة أن هذه الضغوط العصبية الشديدة تؤثر أصلا على الخلايا الجنينية. ما هي الخلايا الجنينية؟ هي الخلايا التي ينشأ منها الجنين، ولها تطبيقات كثيرة في الطب. هذه الخلايا موجودة عند الإنسان، وأكثر شيء موجودة في الجنين وبخاصة أثناء ولادته. يعني المواليد الجدد يكون لديهم كمية من الخلايا الجذعية أو الجنينية. إذا تعرض هذا الجنين وهو في بطن أمه، إذا تعرضت الأم لضغوط نفسية هائلة، تتأثر الخلايا الجنينية داخل هذا الجنين، فتتعطل عملية أو آلية نمو الخلايا الملونة أو الخلايا التي تعطي الشعر صبغته، فيولد هذا المولود يولد وفي شعر، يعني شعره جزء كبير لونه أبيض شيب. وإذا تعرض هذا المولود لهذه الضغوط الهائلة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن هذه الضغوط الهائلة تؤدي إلى حدوث تدمير للخلايا الجنينية الموجودة داخل بصيلات الشعر عند هذا الجنين، فيتأثر، أو عند هذا المولود الجديد، فيتأثر بشكل أكبر بكثير من الكبير، وبالتالي فإن هذا الإجهاد يدمر الخلايا الجذعية بشكل دائم، ويعطل الخلايا المسؤولة عن إنتاج المادة التي تقوم بتلوين الشعر، وبالتالي حتى الأم الحامل تتأثر بشدة نتيجة الضغوط النفسية الهائلة. إذن الحقيقة العلمية تقول هناك علاقة
بين الخلايا الجذعية أو الجنينية في هذا الجنين أو في المولود الجديد وبين ظهور الشيب. القرآن العظيم أشار إلى ذلك في بدايات نزوله في سورة المزمل، يقول تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ربطت الآية بين الشيب وبين أهوال يوم القيامة، واعتبرت أن المولود الجديد يولد وشعره أبيض، أو حتى لو لم يكن شعره أبيض فإنه يشيب نتيجة تعرضه لزلزلة القيامة، لهذه الأهوال العظيمة جدا. الغريب هنا أيها الأحبة أن هذه الآية هي جزء من سورة، هي آية من سورة المزمل. سورة المزمل هي بدايات نزول القرآن، نزلت في بدايات الدعوة على نبينا عليه الصلاة والسلام. في ذلك الزمن لم يكن هناك أحد يعلم شيئا عن تأثير الأهوال على أصبغة الشعر. طبعا أيها الأحبة، كذلك القرآن أنبأ عن ظهور الشيب نتيجة ضعف الإنسان وضعف خلاياه في الكبر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والله أيها الأحبة إن هذه الآيات لتشهد على صدق هذا القرآن. ما الذي يدعو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بداية رسالته عام 610 ميلادي أن يتحدث عن حقيقة علمية تنكشف أمامنا عام 2020، أي منذ أكثر من 14 قرنا؟ إن هذا الأمر ليشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.